فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد عند أصحاب السيارات، سيارات الأجرة، أو من يسمون بالكدادين. يقول: يوجد عند أصحاب السيارات، سيارات الأجرة، أو من يسمون بالكدادين، صورة، وهي أن يأتي الكداد ويأخذ زبونا بسعر عال، فيأتي آخر ويغري هذا الزبون ويقول: أنا سأذهب الآن فاركب معي بسعر مخفض. يقول: هل هذه الصورة تدخل؟ الحيل باطلة. إذا كان حيل ما تجوز، إذا كان حيل ما تجوز، ومعارض السيارات والعقارات، بيع الأراضي، يحصل فيها كذب ويحصل فيها حيل ويحصل فيها أمور. نعم.